دكتور خالد حفظكم الله، كنا قد أخذنا بعض المسائل في الإحداد، ولعلنا في هذه الحلقة نقف مع بعض ما يلزم المرأة من الأحكام في الإحداد حفظكم الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإحداد هو تربص المرأة مدة بعد وفاة زوجها، وهذه المدة تختلف باختلاف حال المرأة، وتقدم هذا، إما أن تكون حاملا فعدتها وإحدادها إلى وضع الحمل، وإما طيب أن تكون والإحداد يلزمه جملة من الأحكام. من أبرز هذه الأحكام أن الإحداد هو امتناعه المرأة بعد وفاة زوجها من أشياء مباحة لها في العادة. هذا الامتناع امتناع واجب، بمعنى أنه يجب على المرأة أن تلتزم هذه الممنوعات تعظيما لعقد النكاح وطاعة لله تعالى ولغير ذلك من الحكم التي سبق أن تكلمنا عنها وأشرنا إلى بعضها. ما هي الأحكام التي تمتنع منها المرأة، أو ما هي الأمور التي تلزم المرأة فيما يتصل بإحدادها؟ غالب هذه الأمور تتعلق بتهيئها لنكاح جديد. هذا هو الجامع لما يتصل بما تمنع منه المرأة، ويمكن التوصل إلى هذه النتيجة من خلال النظر في أفراد الممنوعات، يعني ما الذي منعت منه المرأة على وجه التفصيل في إحدادها. منعت المرأة من الزينة في لباسها، فلا تلبس ثيابا فيها زينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولا تلبس ثوب عصب، وهو نوع من الثياب التي كانت تلبسها النساء في زمانه صلى الله عليه وسلم للتزين، فتمتنع المرأة من لبس ثياب الزينة. طيب ماذا تلبس؟ يعني تلبس ثياب قذرة؟ الجواب لا، هي ممنوعة من لباس الزينة. ومعلوم أن اللباس ينقسم إلى قسمين في الجملة، لباس يستر العورات ويواري السوءات، ولباس يتجمل به ويتزين. الله تعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يخفي عوراتكم، وريشة، والريش هو الثوب الجميل. ولذلك امتن الله تعالى على عباده في هذه الآية الكريمة بنوعي اللباس: لباس الزينة ولباس مواراة العورات. المرأة مأمورة بأن تلبس ما يسترها، وليست مأمورة أبدا أن تلبس قذرا أو رديئا من اللباس، إنما هي ممنوعة في وقت إحدادها من أن تلبس ما يلفت الأنظار إليها. فلا تلبس ثوب زينة. ما هو ثوب الزينة؟ هو كل ما عده الناس من ثياب الزينة. إذن ليس هناك تحديد، يعني الذين يحددون لباس الزينة بنوع من الخامات مثلا أو بلون من الألوان، هؤلاء يخطئون، لأنه ليس هناك تحديد في الشرع للون اللباس الذي تلبسه المرأة المحادة، ولا أيضا خامة الثوب الذي تلبسه الحادة، ولا صفته كيف يكون، إنما في الجملة هو ثوب لا زينة فيه، وهذا تعرفه النساء. فثياب النساء في بيوتهن، الثياب المعتادة التي تظهر بها على أولادها وعلى نسائها، هذه ليست من ثياب الزينة. ثياب الزينة هي الثياب التي تتهيأ بها المرأة تجملا وتزينا، ولا فرق في الثياب التي تلبسها المحادة بين جديد وغسيل، ولا بين أبيض وأسود، لا من حيث اللون ولا من حيث الجدة والقدم، تلبس ما شاءت. الضابط الذي ينبغي أن يلاحظ فيما تلبس فيما لا تلبسه المحادة هو أنها لا تلبس ثوبا زينة. نعم. وثوب الزينة لا يعني أنه ثوب عرس. نعم. أو ثوب. نعم. زواج أو حفل كبير، لا، الثوب الزينة معروفة، يعني. نعم. ما يحتاج أن نفصل. صح. يعني هذا يمكن نحن لا نعرفه الرجال، هو معروف عند النساء. نعم. ومعروف عند إن هذا ما يلبس زينة، هذا يلبس عادة في البيت من لباس. صحيح. البيت من اللباس المعتاد، ولذلك لا تظهر به في العادة في الفول مناسبات وفي الاجتماعات الكبيرة وما أشبه ذلك. هذا النوع من اللباس كيفما كان فهو مأذون للمرأة، لباس العادة. أما لباس الزينة فكيفما كان، قديما أو جديدا، أحمر، أبيض، أسود، أي لون كان، رخيص، غالي، كل. نعم. واحد مدام أنه ثوب زينة فهي ممنوعة من لباسه. أحسن. الحكمة من هذا هو أنها ممنوعة من النكاح، وهي
أيضا تظهر بهذا الامتناع الأسف على فقد هذه المنة التي من الله تعالى بها على عباده وهي منة النكاح. وإذا كان هذه المبررات غير مقنعة عند بعض الناس فنقول السبب هو طاعة الله تعالى، فقد نهى الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس جملة من الثياب وجامعها أنها من ثياب الزينة. هذه قضية من القضايا التي تتعلق بما تمنع منها الحد. ضاق الوقت وذكر تأخرنا في البدء ولذلك نقتصر على هذه الجزئية وهي قضية ما تلبسه المرأة المحاد، الممنوع من لبسها هو لباس الزينة. أحسن الله إليكم.